نرجع بقى تاني للاصابات، وزي ما قلنا هي يعني الاصابات دي ان شاء الله هي مجرد يعني حاجات كده وقتيه وتعدي على طول بخير ان شاء الله. انما الحقيقه بقى المشكله الاكبر من الـ من الـ من اللي احنا بنتكلم فيه دي، انه الاصابه يا جماعه المهمه بالنسبه لنا طبعا كلنا كانت في قلب دفاعنا النابض الكابتن محمود حمدي الونش، اللي الموسم بتاعه بكل اسف انتهى بعد اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للمره الثالثه على التوالي، ودي طبعا كانت ضربه كبيره جدا لكل جماهير نادي الزمالك. وزي ما بنقول له يعني الف مليون سلامه كده كاحد نجوم دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر واحد كباتن 100 عقبه ونجومها الكبار خلقا ولعبا، وزي ما بنقول مش بيفرق بس مع نادي الزمالك، بيفرق مع منتخب مصر بشكل كبير. وزي برضو ما بنقول له احنا في ظهرك ومعاك، وبنقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيبتليش عبد غير لما بيكون عايز يعرف مدى صبره. والونش الحقيقه يا جماعه هو شخص صبور جدا وشخص قوي، وصحيح ثلاث ضربات ورا بعض كده حاجه صعبه، يعني حاجه مش سهله ابدا طبعا ان حد يعدي بيها، ولكن احنا واثقين فيك جدا وعارفين ان انت راجل مقاتل وعندك شخصيه مختلفه وعقليه جباره، واحنا كلنا زي ما بقول لك في ظهرك ووراك ان شاء الله ترجع احسن من الاول. وطبعا يعني احنا مستنيين رجوعك بشكل كبير، كل جماهير نادي الزمالك كانت ما صدقت ان انت رجعت تاني، ولكن يعني ده قضاء من ربنا وان شاء الله يعني نشوفك الفتره اللي جايه في احسن حال. الونش ده يا جماعه هو يعني اصل كبير جدا من اصول الكره المصريه والافريقيه، وهو لاعب الحقيقه بطل وشجاع جدا وعنده من جينات الرجوله كتير قوي، وبنشوفه في كل البطولات وبنشوفه مع كل المباريات اللي بتخص نادي الزمالك، وكمان كنا بنشوفه في منتخب مصر بيعمل ايه. ومجلس اداره نادي الزمالك يا جماعه الحقيقه برئاسه الكابتن حسين لبيب قرر على الفور انهاء اجراءات سفر الونش لالمانيا طبعا علشان يتعرض على الاستشاري المختص، وطبعا يتم اجراء الجراحه العاجله في الركبه. وبالفعل سافر الونش امبارح بسلامة الله، وان شاء الله يرجع كده بألف سلامة. ويعني بنقول له انت خسارتك كبيرة جدا فنيا وخسارتك كبيرة كقائد في الملعب، ولكن ان شاء الله بنقول احنا واثقين في كل الموجودين في الفريق، ان شاء الله هيسدوا ونشوف يعني فيما تبقى طبعا من الموسم الصعب ده نشوفهم كده ان شاء الله في احسن وضع وفي احسن يعني مستوى ممكن نشوفه عليه.